الدجاجة ب 17 دينار 18 دينار باش تاخذ منها طرف ولا ساعات نجيب باش نطيب ما ناكلش انا ونخليها لغيري لبنتي ولا لولد بنتي. الحل هو ضرورة الاعتناء بالقطاع الفلاحي، خصوصا ان الوزير الحالي من مؤسسة عريقة من المؤسسة العسكرية، على السيد الوزير الجديد ان يهتم بالقطاع الفلاحي لتحقيق حلم بالاكتفاء الغذائي الذاتي. زيد ينقص الاحتياط تاع البيض واللحوم البيضاء، هذا يشكي زاد المربي يشكي، يقول لك زاد ثم اسعار مشتته في العلاف، والدوله تقول لك هذاك وشكون اللي باش شكون الضحيه؟ الضحيه في الوسط هو المواطن الزوالي كيف كيف كنت. العظم 90% ما فماش، تلقى الحليب كيف كيف، كل شيء ما فماش، كيفاش تراجع بالنسبه الصغيره هذه؟ تراجع بنسبه اكثر من هكا. مما فما بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة تقول أنه إنتاج اللحوم البيضاء تراجع بنسبة 3.4% والبيض بنسبة 0.3% والحليب مخزون الحليب تراجع بنسبة 78%، شنو رأيك؟ رأي صحيح، العظم عبيد حتى ما يأكلوش الحم بشكل، العظم يلقاه غالي يبطل ما يأكلوش، الفلفل والطماطم والدنيا كلها غالية، ولد بنتي صغير ما تنجم باش تبطل الحقوق، خايفة عمره عام ونص وقديش ما لقاتلوش الحليب كويته باش ترجع له الحقوق لا يمر ظنة، ودنيا غالية برشا، لا فما سكر لا فما زيت لا فما حتى شيء، فما كان وجه ربي. بالنسبه للدجاج ميمه، حتى السكالوب كي نمشي بحذايا باش نسال على السكالوب يقول لي مقطوع خاطر غالي برشا 18 دينار ولا 19 دينار، تقول لي كي باش نشري شكون باش يشريه لي؟ يبطلوا فما كان الدجاج وجن ماش فما دجاج في المتناول. الدجاجه ب 17 دينار 18 دينار باش تاخذ منها طرف ولا ساعات نجيب باش نطيب ما ناكلش انا ونخليها لغيري لبنتي ولا لولد بنتي، نعمل له بويا برو هكا الطرف نقسم هكا هكا باش واحد يتحايل مع الدنيا خاطر الدنيا غاليه برشا. فما بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحه تقول انه انتاج اللحوم البيضاء في تونس تراجع بنسبه 3.4% والبيض بنسبه 0.3% ومخزون الحليب المعلب سجل هبوط بنسبه 78%، شنو رايك؟ هذه ارقام معناتها في ظرف عالمي معقوله، ثم ازمه وحرب اوكرانيا، الحرب الاوكرانيه اثرت على الانتاج الفلاحي، غلاء العلف اثر تاثير كبير. الحل هو ضروره الاعتناء بالقطاع الفلاحي، خصوصا ان الوزير الحالي من مؤسسه عريقه من المؤسسه العسكريه، على السيد الوزير الجديد ان يهتم بالقطاع الفلاحي لتحقيق حلم بالاكتفاء الغذائي الذاتي الغذائي. لابد من دعم الفلاح، لابد من شراء الحليب والبيض بأسعار معقولة، لأن تحب الحليب يكون موجود أقل حاجة 2000 من عند الفلاح اللتر باش الفلاح ينجم يربح، خاطر يسي فيه الفلاح يكون خاسر في عملية الإنتاج ما نجموش نطوروا منظومة الفلاح. وعلاش تم تهريب الأبقار للجزائر هذه كلها؟ خاطر الفلاح ما عادش رابح. انا من ولايه باجه واعي جيدا ما اقول، لابد من الاهتمام بالقطاع الفلاحي لتطوير الاقتصاد الوطني التونسي، لابد من الاهتمام بالابقار والدواجن وكل والحبوب، كل القطاعات الفلاحيه لابد من الاعتناء بها بطريقه جيده، ولابد من الاهتمام باراضي املاك الدوله، الاراضي الدوليه التي هي في حالة من رزق البليك، لابد من تقسيم هذه الأراضي على أهالي المناطق، كل ولاية شبابها يتمكن من فلاحة الأرض الدولية وتوفير الاكتفاء الذاتي الغذائي التونسي. فما بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة تقول تأكد تراجع إنتاج اللحوم البيضاء في تونس بنسبة 3.4% والبيض بنسبة 0.3% ومخزون الحليب سجل هبوط بنسبة 78%، شنو رأيك؟
علاش كي نسمع الاخبار هذه شكون باش يفرح؟ ما عادش باش يفرح. التونسي من منهك، ميزانيه منهكه، مقدره شرائيه منهكه، تو زيد ينقص الاحتياط تاع البيض واللحوم البيضاء. هذا يشكي زاد المربي يشكي، يقول لك زاد ثم اسعار مشتته في العلاف، والدوله تقول لك هذاك. وشكون اللي باش يجي؟ شكون الضحيه؟ الضحيه في الوسط هو المواطن الزوالي. كيف كيف كنت معناها شيء ما يصدقش العقل. راه اللحوم بيضاء راهي اسعارها راهي مشتته، ما تنجمش تخيلها في مخك. خلي اللحوم تو توصل تتجاجة، قلة دجاجة بركة معناها تجاجة ما بين 11 دينار و 15 دينار، معناها ما تلبيش حتى عائلة، عائلة كبيرة مثلا عند 4 مناس 5 مناس، مالك شيء دجاجة. تلمان البلاد مشات باللحوم البيضاء بتاعها، مشات باللحوم الحمراء، مشات الحوت. حدث ولا حرج، والله العظيم اقسم بالله الحوت نتفرج فيه نتعدى قسما بالله. في مقدوري باش نجري، ما نجمش نجري باش نمس مقدرة الشرائية بتاعي في داري ميزانية. تلمان ايش شنو الحل؟ معناها نرجعوا للبيض واللحوم البيضاء، ورمضان على ابواب. ها خموش في رمضان على ابواب، باش نعملوا تو نقعدوا حال عظم شدنا شهر. دونك معناها انا نتصور حتى الدوله تحمل مسؤوليتها، والمربين زاد ماذا بينا، حتى المربين هذا متاع الدواجن يطيحوا شويه زاد هما. صحيح العلاف غالي، صحيح نمشي معاك، اما وانك توصل معناها السعر دجاج يوصل ولا البيض يوصل للمواطن العادي بالاسعار هذيك، انا نصور الدوله والمربي الزوز تحملوا مسؤوليتهم. مستر، مخزون الحليب المعلب هبط بنسبه 78%، شنو رايك؟ لا الحليب هذا شنو تو؟ تو الحليب اش تحكينا؟ حكينا تو على البقار بتاعنا قاعده تتهرب، وتتهرب راهو علنا معناها كي تمشي بالبقار بتاعنا، معناها راهو هما بيضهم فلاح قاعدين يبيعوا، فلاح يبيع لك في السوق البقار تاعو، وزيد يهربوا ثم تهريب تاع بقار. دونك شنو كي تشوف النوع هذا مزوز؟ شتولي 70-80% عادي، مشي الحليب في تونس، البقار ما عادش عندنا فلاحة تربي في البقار. معناها الشيء اللي قاعدة الدولة تشوف فيه أبقار من الحدود تتهرب، مافيا بتاع أبقار، ولينا عندنا مافيا بتاع أبقار عندها سنين تو، تاع مواد غذائية وتاع أبقار، وتوا زادة ما عادش ثما أبقار. زاد خويا الفلاح يقول لك زاد أنا خويا الأبقار ما عادش ترجع له حقه في الحليب. يقول لك انا زيدني 200 ولا زيد 300 ولا زيدني 400. سيدي تصور انا الدوله تتفاوض تتحاور معاه، نعملوا حل وسط، نرجعوا الحليب 78%. خبر هذا باش يفرح العباد. بس انت كي تمشي للعطار تلقى تتحصل معنا بسهوله تام على باكو حليب؟ لا الحليب بالمعارف بنيتي، باش نكذب عليك، نعمل ريزيرفاسيون قبل بجمعتين، كان مع تاري خلي لي. والله انا حتى اولادي طبعا بالنسبه لي انا نصور انا حتى الحليب ولا نقصوا فيه. تعرف ما عملنا ايكونومي في الحليب، ما عادش تساركوا باكو حليب النار، وني نساركوا باكو حليب التذيات. حاولوا نرجعوا، معناها مصيبه الحليب، السكر، الزيت، سي حاجه من وراء العقل قاعد يصير. نمشي توا على دبوزه زيت تاع مخلي معناها تاع الحاكم، زيد ما ناخذهاش خصومها راهو في بالكم سعرها الدوله، تسعر مصور الزيت سعرته 900 ولا 900 فرنك، اللي توا 500 2000 فرنك ما نلقاهاش ليتر. معناها ما بالك بالزيت، ما بالك بالحليب، السكر، بون السكر رجع شوي مرات نلقوه في الجرون سيرفاس هو اللي موجود. بالنسبه للحليب بنتي انا قلت لك بالريزيرفاسيون، نريزيرفي على باكو ولا اثنين مع عطار جمعه كامل. فما بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحه تقول انه انتاج اللحوم البيضاء في تونس تراجع بنسبه 3.4%، والبيض بنسبه 0.3%، والمخزون ومخزون الحليب المعلب سجل هبوط بنسبه 78%، شنو رايك؟ راي اكثر من هيك، تراجع اكثر من هيك. اي مواطن تونسي بسيط ينجم يثبت اكثر من هيك. العظم 90% ما فماش، تلقى الحليب كيف كيف، كل شيء ما فماش. كيفاش تراجع بالنسبه الصغيره هذه؟ تراجع بالنسبه اكثر من هيك. بس انت في رحلتك اليوميه ترقاه باكو الحليب بسهوله تامه؟ ما نلقاوش يعني الحليب شبه ما عادش نشربه، خاطر ما نقعدش نلوج عليه للتعب هذاك، ولا التلويج عليه باش تلقى باكو حليب تتعب اكثر منه، المنفعه تولي تضر اكثر منه. تعب باكو الحليب شبه ما تلقاوش، مش تلقاه، شبه ما تلقاوش، مش موجود. مستر شنو رايك في اسعار الدجاج والبيض؟ اسعار الدجاج طلعت برشا، اسعار الدجاج والبيض اقتصاديا دوره تحت، ناس ضعفت في الامكانيات وهو طلع، معناها ضعف برشا الامكانيات ولات صعيبه برشا.
مستحيلة شبه باش المواطن العادي كذا ينجم يعيش مرتاح، بل تاعب الفوق ما تصور، إذا ما نقولش ولا جيعان، مش تاعب، فات تعب ولا جيعان.